انت تركت الحلب سنه 57؟ 57. ليش؟ كيف قررت تترك حلب؟ حياتنا والد شغله كله كان كويس لعند سنه 48 لما اعلنوا تقسيم فلسطين للعرب واليهود. بوقتها الحالة تغيرت تمام وصار مظاهرات كبيرة وراحوا حرقوا الدكاكين كلها والكنيس. وأنا والدي عمر كنيس اسمه كنيس سيلفيرا في الجميلية على روح أبو سنة 1928، وكان من بيتنا نشوف الكنيس. والدي وقف وعم بيطلع شلون كان الكنيس عم تحترق، واحترقت كومبليتلي، حرقوا السفرتوروت والمصاحف، وكمان حرقوا كنيسة الجميلية وحرقوا الكنيسة الكبيرة المشهورة. ساعتها قررتوا انكم لازم تتركوا؟ بهذيك الفترة قررتوا انكم تتركوا؟ لا، والدي افتكر انه بعد كام سنة الحالة بتتغير ويكون سلام بين العرب واليهود. ووالدي ما ترك ليش، كان عنده شغل كويس هناك وكان عنده ملك كتير، وبوقتها ما بقى يسمحوا اليهود يبيعوا الملك تبعهم. اجا مكتب الثاني اخذوه لوالدي فتشوا البيت وفتشوا المحل وقالوا له انه عم ببعث مصاري لاسرائيل، ووقفوه 7 ايام كان محبوس، وكنا نشوفه كل نهار عم بياخدوه من المكتب الثاني للمحل العسكري ليناموا هنيك 7 ايام، وكنت انا واختي كل نهار ناخذ له أكل كاشير على مكتب الثاني. الضابط اللي عم بفحصه كان يجي يسلم عليه، عطى هدية. بعد شهر اجوا قال له انه هو عم ببرتل الضابط، وبعد راح على المحكمة وحط محامي مشهور وطول سنتين في المحكمة. بعدين حكموه في الحبس بلا تنفيس. لما صار كل المشاكل وشفت ما في مستقبل، جربت أطلع، ليش ما بدي أطلع انهزم، بدو يجوا يعذبوا والدي. سو جربت أخذ باسبور سوري، أخذت الجواز ورحت لتركيا بواسطة اسكندرون اسطنبول، وبعدين رحت لإيطاليا. لما حرقوا كنيسة الكبيرة طلعوا كمان الكتر تورا The Crown اللي هو مخطوط تورا قديم كتير، قديم كتير 3000 سنة مشهور كتير يعني. لما بدوا يفحصوا على شيء من التورا بيروحوا بيفتحوا الكتاب وبيشوفوا اللغة المضبوطة، هو الأصل يعني، هو الأساسي يعني. حرقوه. بعدين إجا الشموش لم الشقف منه احترق لمه وأخذه، والطائفة أخذته وخبته. ونحن والدي كان عنده كتاب كيتر قديم كتير من كورفو 600 سنة مكتوب. ليش كان عنا كمان مدرسة في البلد، وهالمصح كان هنيك في عنا
مدراش يعني كنيسة صغيرة هناك، والمصحف كان هناك. تاني نهار بعد الحرائق بنسميها راح لهونيك وجاب الكتاب وحفظه في البيت. النهار اللي عم بسافر اجا عطاني كتاب لفه في محرمين، منشف او ايش، منشف محرمين، وقال لي تاخده لما تصل لإسرائيل تعطيه لستك الشامي تحفظه. أنا ما بعرف الشو أبدا، حطيته في الشنطه ورحت لتركيا ووصلت لإسرائيل، حطيته على ستي قلت لها بتحفظي هالمصحف القديم، المصحف ما بعرف إنه مصحف قديم وجديد، ما بعرف هالمصحف تحفظي لوالدي. أنتوا طلعتوا من سوريا مثل لاجئين شوي يعني. أنت طلعت بال57 يعني. اليوم لما بتشوف مثلا بالحرب السورية في ملايين عرب بيطلعوا من سوريا، شو بتحس يعني لما بتشوفهم سوريا بتدمر عماله وفي حرب، شو بتفكر؟ أنا عشت في حلب عيشة كويسة كتير، بس آخر 57 9 سنين آخر 10 سنين كانت صعبة، بس قبل لما يعني كانت عيشة كويسة يعني، في طائفة كلهم مع بعضهم يعني حياة حلوة، كانت حياة يعني حلوة يعني، وما بنعرف كنا الحياة الحرية. ليش أنا في حياتي ما طلعت من سوريا، كنا نروح بس للبنان في الصيف المصيف، ما في حياتها ولا شفنا شيء برات سوريا يعني، ما بنعرف ايش يعني حرية وش ما بنعرفها كنا. واليوم لو كان ممكن ترجع على جميلية حلب، شو كنت حابب تشوف او تزور؟ كنت قبل ما صار الحرب في سوريا كنت مفتكر بدي أروح لحلب وأشوف وين كنا ساكنين، أشوف المدرسة، أشوف السوق وين والدي كان عنده محل، أسوق كل ليش بعرفه كتير كويس، بس شوف السوق كله، خان الجمرك، سوق الجمرك، خان الصبية، سوق العطيرين، those it give me when I used to go there all the time it give me a good memory. شو مشتاق أكثر إشي، الأكلات ولا لا المحلات؟ مثل شو المحلات اللي كنا نشوفه يعني، كنت أولا بيت الساكنين وكنا بعدين المحل والدي يعني تعطيني ذكريات كويسة يعني، بس بعدين لما بطلع بفتكر نبدأ أشوف الكنيسة المحروقة والمدرسة ودول كانت صعبة كتير. It's clear to see from up here.